meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. يعني اسمحوا لي أقدم لكم الفنان الشامل الشاب الموهوب صراحة، بين العزف على الجيتار بين الغناء بكل اللغات طبعا. رح نتعرف عليه أكثر اليوم لروي رعيدي. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا فيك أستاذ جوزيف، يعني مبسوط فيك كثير، اسم الله عليك. شو الصوت الحلو على العزف الحلو. كيف بلشت روي الفن؟ من وين، من أي عمر اكتشفت صوتك؟ هو للصراحة يعني أنا بي عازف عود وكمان بغني، ففيك طول الوقت موعيت على هالدنيا انا قاعد عم بسمع، عم بتشبع بهالموسيقى اللي عم بسمعها. نعم. فحبيت هيدي الهوايه، بس ما اكتشفتها انا على الاخير، وبلشت بمسيرتي الفنيه كغنى. نعم. لحديت ما فتت على المدرسه بعمر، يعني وقت فتنا على كورال المدرسه بعمر 12 13 سنه، واستاذ روني بندلي الله يرحمه اكتشفني وقال لي انه في عندك صوت مميز وبكره عن كبر حيبين، وطلع ناقشت معه عن جد. طلع هيك سلم هالصوت. ليش اخترت الجيتار؟ هو يعني انا كمان من انا وصغير، صح انه نحن بلبنان نحن مجتمع شرقي وبسمع اغاني عربي، بس انا كنت عندي ميول على الغنى الغربي وعلى الموسيقى الغربيه من انا وصغير. نعم. فوقتها اجى الوقت حتى اختار اول اله موسيقيه. من انا وصغير بحلم انه انا بدي اغني على طول في معي جيتار، فكان عندي هيك شغف لهيدي الاله. نعم. فوقتها كنت رايح حتى اشتري على اساس عود. اوكي. فطلعت حامل معي جيتار. هيك صارت. بس انت بتعزف عود كمان؟ كمان بعزف عود. بتعزف عود من ورا بيك؟ بيك علمك ولا درسها؟ درست كونسيرفاتوار؟ درست كونسيرفاتوار. نعم. غنى شرقي وعود. نعم. وبالوقت ذاته كمان درست غنى غربي باكاديميه الياس الرحباني الموسيقيه تحت اشراف الاستاذ غسان الرحباني. نعم. الله يحميه. تحيه لغسان، الله يرحم روح الياس طبعا، استاذ الياس الكبير. بدنا نسمع شيء بالعربي بما انك درست غنى شرقي. اكيد. كرام عينك سيدي فيروز. اكيد. يلا. اكيد. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، ويا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، ويا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. ويا هوى ويا هوى ويلي طاير بالهوى، في منطورة طاقة وصورة خدني لعندن يا هوى. فزعني يا قلبي اكبر بيها الغربي، وما تعرفني بلادي خدني. خدني خدني على بلادي. صوت روي، شو طموحك؟ شو أحلامك؟ شو بتفكر لقدام مع هالعجقة الفنية اللي هلأ نحن فيها مثلا؟ قديش الإنسان لازم يكون متميز ليقدر يوصل؟ أكيد مثل ما حكيت بهالعجقة الفنية عم نوصل لها. كأحلام وكتطورات واحد يعني بده يمشي بطموحاته الخاصة. يعني نعم. ما في أنا كمان هلأ قارن حالي مع الفن اللي ماشي هلأ، لانه اكيد كل شخص عنده طموحاته وعنده احلامه، في ناس بتحلم اكثر في ناس بتحلم اقل، بس انا كخاص انا احلام مثلا انه اطلع مسارح غني اعمل القصص اللي انا بحبها، غني وصل صوتي. عم بتحقق اللي عم تفكر فيه ستيب باي ستيب؟
ستيب باي ستيب يس. كان في شوي سيت باك ديو تو ماي اديوكيشن، كنت لانه بالجامعه وعم درس حقوق. نعم. فكان في ضغط كبير يعني، تراجعت شوي صغيره بالميوزك يعني، بس بين الفن والحقوق هالفرق يعني، هونيك طف بدك تكون هون بدك تكون 100% 100%. جمعت بيناتهم هلا عم برجع اشتغل على الموضوع، عم برجع اتقدم وعم بشتغل على السوشيال ميديا اكيد. هلا عم برجع انزل. نعم. قديش اهميه السوشيال ميديا بحياه الفنان اللي بده ينطلق وبده ينتشر اكثر؟ اكيد هلا السوشيال ميديا ما مهمه بس بحياه الفنان، هي حياه كل انسان. صارت السوشيال ميديا اساس يعني، وقتها بيكون صار هلا جمعنا العالم كلياته مثل بفيلج صغيره. صحيح. صار حيلا شيء بيصير دغري بيوصل لكل العالم. ونفس الشيء اذا انا هلا اليوم بدي اشتغل انا كفنان على السوشيال ميديا، اكيد يعني وقتها بدي انا اشتغل بدي اتاكد 100% انه انا بنزل على السوشيال ميديا تيوصل اكبر عدد ممكن. نعم. كرمال يعني ينسمع الميوزك اللي عم بتصير. نعم. بدي شيء على الجيتار، في شيء جاهز براسك ممكن؟ يلا اكيد. جيتار وهو عازف عود وبلش معك بالعود وهيك. ردة فعل كانت شبه سلبية. مش سلبية بمعنى نيجاتيف، بس انه كان هو لانه هو بيعزف عود حابب انه ابنه يطلع عازف عود محترف مثله. بس انت رضيت له خاطره يعني، درسته اكيد. يعني هي حتى ما اقول لك هيدي الخبريه، انا كنت رايح لانه بدي اشتري عود كرمال الكونسرفاتوار. نعم. سو كان العود اجباري. نعم. فانا لما رحت اشتري عود اشتريت الجيتار قصد، لو عارف انا هلا الجيتار اذا قلت له بدي عود يمكن تروح لخبريت فتره تحت اجري بالشاسيه بالجيتار. خلصت حالك. فخلصت حالي جبت الجيتار. بيعرف هيك هو ولا هلا عم نخبره؟ المفروض يكون عارف، اذا مش عارف هلا خبرني. لمين بتسمع من الفنانين الكبار اللي رحلوا واللي بقي المعاصرين يعني؟ المعاصرين اكيد يعني ما فينا ما نسمع اغاني السيده فيروز، سيدي صباح. نعم. وديع الصافي. نعم. ملحم بركات. أيوة. يعني أكيد هول كل إنسان ما فيه إلا ما يسمعون ويعشقون. طبعاً يعني هودي هويتنا الفنية في لبنان والعالم العربي. أنا بدي أشكرك روي، بدي أختم معك بغنية لأستاذ ملحم بركات، بس أنا بدي أقول لألكم دايماً هيك فكروا بإيجابية بحياتكم، ما تنسوا أنه تبعدوا عن الأمور السلبية وتتقربوا من حالكم أكثر، تعرفوا حالك، تنتصروا على شخصكم يلي كان مبارح، هيدا أهم شخص أنكم تنتصروا عليه وتبلشوا
انطلاقة جديدة. أنا بودعكم بشوفكم يوم الثلاثة بحلقة جديدة بكرة صباح يوم جديد، وبنختم مع روي رعيدي أغنية للفنان ملحم بركات. تفضل روي. العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق، والفراق صعب وقاسي عالقلب اللي مفارق، قلبه بيدوب بيتوب وما بيتوب، قلبه بيدوب بيتوب وما بيتوب. العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق، ويا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك، حاجب عذابك تأسرني وما بيرحم قلبك، وانت غيابك طال وانا حالي حال، وقلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك عالبال، وانت غيابك طال وانا حالي حال، وقلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك عالبال، وانت غيابك طال وانا حالي حال، وقلبي ناطر يا حبيبي ولا غيرك عالبال. العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق،